ولازم تفهمني دلوقتي حالا ليه الحكايه دي بالظبط؟ كنت بتتفرج على مين يا مزيكا معايا غير الجامدة وفورتيكا وفلوس كتير يجي من أستيكا سيكا اتقالي سيكا أنا حالا بسمع مزيكا معايا غير الجامدة وفورتيكا وفلوس كتير يجي من أستيكا تاخديني في دوكا أخدك في ملف أخدك في ملف أخدك في ملف يلا هبلوكك اسلكي ومدي قوي جيلي شبوكك لو هطين عشتك وهسوكك فوكك من اللي يشوكك تاخديني بدوكة تاني هبلوكك اسلكي ومدي قوي جيلي شبوكك لو هطين عشتك وهسوكك